جولة جدا. كابتن يوسف، نقطة عادلة بين الفريقين، شاهد تعادل عادل بين الفريقين، بين الأهلي والفيصلي، ولا كان في أحد يستحق الثلاث نقاط؟ بكل صراحة أنا اليوم الملاحظة اللي نسوقها في المباراة هذه، اليوم أول مباراة في الموسم مع درجة حرارة عالية، لكن شفنا ريتم جيد، ريتم مباراة جيد. أنا شخصيا عجبتني المباراة كثير، الفريقين الاثنين كانوا جديين، الفريقين الاثنين كانوا كومباكت، معناه قراب البعض من البلوك، قريب البعض لما يخسروا كرة، ثم تميز في خلق المساحات، ثم حركية من اللاعبين، فكانت بكل صراحة مباراة متوازنة ونتيجة عادلة للفريقين، والفريقين الاثنين نهنيوهم بالنقطة قياسا بالمردود الجيد والطيب اللي قدموه. بكل صراحة شفنا مباراة ما تقولش في نص في أول الموسم، هذه نوعية المباريات اللي نشوفوها بعد 7-8 مباريات، لكن اليوم شفنا فريقين اللي هذا إذا كان دل على فترة الأعداد الجيدة اللي عملوها الفريقين الاثنين، واللي الفريقين الاثنين السنة هذه نتصور اللي راح يعملوا موسم جيد إن شاء الله.